هو ده الكلام، انا مساند لمنتخبي الوطني ومساند لبلدي، ما عشان اساند لازم ابقى واقف على ارض صلبه، لازم ابقى صريح، لازم ابقى بتكلم بمنطق. فوجهه نظر حضرتك، وانا هخش ستريت فورورد كده يعني مباشره على سؤالي، هل حضرتك من وجهه نظرك مع الصوت اللي بيقول اقاله حسام البدري ام لا؟ يعني حتة إقالة دي كبيرة يعني يعني بمعنى إنه في أسباب كتير قوي أدت إن إحنا ظاهرين بالمظهر، نتكلم فيها بقى لو اللي كده يعني المظهر اللي إحنا كمنتخب مصر قوتنا إن إحنا ما بنبانش كده. وفي برضو حاجة بتقول تانية وأصوات بتقول تانية إن إحنا مع الاستقرار وإنه يكمل لأنه البديل ومش البديل. يعني احنا اتفقنا ان احنا اتجاهنا كان مدرب وطني، لازم نعترف بكده. كتير قوي قلنا ان المدرب الوطني بالنسبة لمنتخب زي منتخب مصر، انتوا عارفين ان احنا بنحب البرنيطة، يعني احنا انا رغم ان انا مع المدرب الوطني 100%، ولكن علشان النقد واللي بيحصل ده وفي الوقت الحالي ان احنا يبقى في مدرب مصري بيبقى في نقد كتير قوي، فاحنا بنحب قوي حته الاجنبي. ليه؟ لانه احنا بنصدقه. بس ما كانش في نقد وقت كابتن حسن شحاته مثلا، بس كان في جيل عظيم، وما كناش واخدين بالنا اصلا من وجود البرنيطة من عدم، ولان احنا كنا مرضيين باللي كان حاصل واللي كنا شايفينه، وعلشان كان في بطولات وعشان كان في جيل عظيم. لازم نعترف بكده، احنا في تجديد واحلال كنا في الاول، ولكن في الوقت الحالي احنا بنتكلم على الاستقرار الفني بغض النظر عن الاخطاء. مفيش شك ان في اخطاء فنيه كتير قوي، ولكن في برضو عدم يعني عدم توفيق في حته تطويل الدوري مثلا. بس يا كابتن في اجهاد اللاعبين، في فرق بين الخطا وبين اللا منطق. يعني ايوه بس كبير. يعني احنا بنتكلم بالورقه والقلم في تصفيات كاس العالم. ماشي. احنا لعبنا ماتشين عندنا 4 بوينت، ممكن نتصدر المجموعه. في الوقت الحالي ممكن يكون في اخطاء عند الكابتن حسام البدري، مفيش شك، وفي لاعبين مجهدين كتير مفيش شك، وهيبقى في راحات كويسه، وممكن الجولات الجايه هنقدر نعمل حاجه كويسه علشان هيبقى في راحات وفي حاجات كتير. لازم نعرف احنا المباراه الاولانيه انجولا كان في 9 لعيبه، مفيش الا لاعب واحد هو المحترف اللي كان بره اللي هو حجازي، وكان بيلعب في اتحاد جده، وكان مخلص بدري شوية، لكن كل اللاعبين كان من الدوري المصري. محمد صلاح ما جاش، تريزيجيه متعور، عندك كمان النني متعور يعني ما جاش، كان في إصابة أخيرة. اللي أنا عايز أقوله إن إحنا يعني إيه مش عايزين نقسى على كابتن حسام البدري قوي، يعني خلينا يبقى في منطقية في كلامنا. أنت يعني اديته ليه الأول وعاوز تشيله ليه دلوقتي؟ يعني هي المنطق كده، طالما اديته يبقى حافظ على انك انت تساعده لحد ما يوصل للغايه بتاعته. هو للاسف يعني للاسف انه في اوقات للمدرب بيبقى عنده باد لك، رغم ان كابتن حسام عنده جود لك جامد قوي في المباريتين اللي فاتوا على الاقل. لما اكون انا عامل تشكيل صح ومنزل وتغييراتي صح وكل حاجه صح في الملعب، وبعدين الباد لك مش مساعدني، لكن انا ما شفتش ده في الملعب. يمكن عاوز اقول كلمه مهمه، ان مثلا انا قلت على 9 لعيبه كانوا في الملعب في ماتش انجولا، جالنا محمد صلاح. يمكن الكابتن حسام البدري كان عنده تحفز كبير قوي في انه عاوز يطلع تعادل او عنده تحفز من الفرق. لما تجرأ في الشوط الثاني بان منظرنا وقدرنا نجيب جون وقدرنا وكان او الصراحه ادائنا كان سيء للغايه، وسيء كمان في ماتش انجولا طبعا. لكن اللي احنا قلنا عليه اللي عندنا اجهاد وعندنا 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 وعندنا، وانا اصلا كمدرب ما بحبش حته الشماعه، ولكن في الوقت الحالي انت لو عايز تعمل حاجه سريعه لازم تعملها دلوقتي، لانك انت عندك الجوله الجايه عندك ليبيا هنا وهناك، وده المفتاح بتاع البطوله يعني بتاع المركز الاول. ان احنا يمكن قلنا امبارح هو مفتاح المركز الاول، او المباراه بتاعت الجابون هو المركز الاول، انك انت تكسب الجابون هناك. لكن احنا كنا واصلين لحاله
يعني حاجة يعني مش ده شكل منتخب مصر. طبعا طبعا. فالمنظومة نفسها يعني منظومة اللعبة نفسها لازم نعرف انه كان فيها حتة ضغط شوية من الكورونا ومن حاجات كتير قوي كان لا معقول في منتخبات كتير. على فكرة المنتخب التونسي كده، ما هو الناس برضو لازم تعرف المنتخب التونسي كسبان 3-0 وكان في حالة من الإحباط في الشارع التونسي على المدرب التونسي. دي حاجة كسبان 3 طب اوكي كسبان 3 ولكن على ملعبه فرق بقى. طيب المنتخب المغربي كسبان 2 وبرضه في الجزائر كسبان جيبوتي 8-0. لا ما هو ما لو ماتش كرة تسلة. لا ما هو الجزائر في احسن حالتها في الفترة دي، افضل فرقة في ايوه. احنا هنعمل ايه ما نوصل للمرحلة دي؟ ده